في 13 من فيفري سنة 1960، وفي تمام الساعة 7 صباحاً وأربع دقائق، أضاءت القنبلة الذرية الفرنسية اليربوع الأزرق سماء الصحراء الجزائرية، ونشرت سماً إشعاعياً أبدياً لمدة 48,800 سنة. بلغت قوة التفجير 70 كيلو طن، أي ما يقارب 4 مرات قوة قنبلة هيروشيما الأولى، وبذلك تكون الأضرار الناجمة عنها أكبر ب4 مرات، ولا يزال الضحايا يعانون إلى يومنا هذا. لقد تسببت قنبلة هيروشيما في مقتل 80,000 شخص في دقيقة واحدة، فكيف ستكون حالة الجزائريين الذين تعرضوا إلى عدة انفجارات ذرية؟ جريمة في حق الإنسانية أدخلت فرنسا بكل فخر إلى الفريق الذري بعدما قتلت شعباً بأكمله ودمرت وأتلفت النبات والغلاف الجوي والآبار. لقد ظلت هذه الجريمة مخبأة لوقت طويل في الأرشيف السري للدولة والجيش الفرنسي، حتى اكتشف محققون جزائريون في القضية أن الأمر أضخم من ذلك. كان آخر اعتراف لرئيس فرنسي بهذه الجريمة تصريح الرئيس فرانسوا هولاند في سنة 2014، وجاء فيه: ما حدث في الجزائر كان عبارة عن انفجارات ذرية حقيقية وليست تجارب ذرية. وانطلاقا من هذا الاعتراف السياسي، نحن مطالبون بمتابعة البحث والتحقيق العميق للسير نحو معاهدة روما التي تعتبر وتصنف الجريمة ضد الإنسانية بأنها جريمة لا تسقط بالتقادم. من هذا المنطلق تقوم المحامية والباحثة في تاريخ الجزائر وجرائم الاحتلال الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية الأستاذة فاطمة بن براهم بالبحث في الأرشيف الفرنسي للكشف عن الحقائق المتعلقة بالتجارب النووية الفرنسية في الجزائر والاحتفاظ بالعناصر المكونة للجريمة الإنسانية وتسليط الضوء على آلام الضحايا الجزائريين الذين ترفض فرنسا الاعتراف بجرائمها في حقهم وتعويضهم.